كانت أقل الاستثمار، مدارسهم أسوأ مدارس إلى آخره إلى آخره، صار عندهم شعور بالاضطهاد. ونتج عن شعور بالاضطهاد حالة من التعاضد والتكتل. علينا أن نتعامل مع هذه الظاهرة في أن نؤكد أننا في كل دولة عربية حيث يوجد من أبناء المذهب الجعفري أننا نتعامل بمساواة وعدالة، وأننا لا نتعامل بتمييز، وأنك مواطن ولا فرق بين مواطن على أساس المذهب. إذن مشكلة المنطقة العربية هي الغوص في المذهبية. ولا شك أنه لما أنت يصير عندك تدين حركات الإسلامية بالاتجاه الشيعي أو بالاتجاه السني، زادت من المشكلة الطائفية، لأنه هذا أحيانا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. علينا أن نخرج من هذا. لكن أيضا في جزئية يعني، وفي مفارقة في قضية ارتباط حماس بإيران وارتباط حزب الله أيضا وحماس سني، وهذا الارتباط وحماس سني، هذا الارتباط حماس سني. نعم. لكن أنا يعني ما أريد أن أقول، لنفترض أنك ليس يعني في خوف من هذا الارتباط دكتور، هذا التحديد يعني، أنا هذا سؤالي في قضية ارتباط حماس مع إيران مع حزب الله. ما في خوف، لأنه أنت لو كنت مكان حماس، وأنا يعني هناك أمور أختلف مع حماس فيها عديدة، لكن أحاول أن أفهم حتى نحلل سياسي، لازم نجرب نفهم وجهة النظر الآخر بغض النظر إحنا ليبراليين ولا إسلاميين ولا قوميين ولا حلل نفهم. لو كنت مكان حماس وتبحث عن نصير، أين ستجده؟ في كوبا ربما، في فنزويلا، تشوف مين ضد أمريكا، تشوف مين ضد إسرائيل، تتحالف معهم. إيران ضد إسرائيل، تحالفوا معهم. لو إيران صديقة لإسرائيل لما كانت أيام الشاه لم يبحثوا عنها. بس يقول لك يعني دكتور تحديدا في هذا التغرب من قبل حماس ما هو موجود في منطقة الخليج، هذا موجود ممكن يعني السلطة الفلسطينية من خلال فتح، لكن من خلال حماس هناك تباعد، فخلق نوع من التوازن، جبهة ما بين حزب الله وإيران وحماس مقابل فتح ودول الخليج. الآن تركيا تأتي، تدخل قطر يمكن من دول الخليج الآن تأتي، وقطر جزء من دول الخليج، والآن تأتي أيضا تركيا ولديها علاقة قوية مع حماس. لا يوجد مشكلة. بالمحصلة من يشعر بالحصار، من يشعر بالظلم، سيتحالف مع أي أحد يدعمه ويؤيده. وعلينا أن نفهم هذا. لكن ماذا يمنع أن تقوم دول الخليج أيضا بالانفتاح على غزة، بالانفتاح على الواقع المعقد، ومحاولة الدفع أيضا؟ هناك محاولة من الجانب السعودي كانت في هذا الاتجاه منذ عدة سنوات لدفع حماس وفتح للتواصل. ماذا عن عندما قامت القاهرة بفتح المعبر لو فتح قبل ذلك؟ يعني ما أريد أن أقوله، هناك الكثير نستطيع أن نقوم به كعرب. نحن إلى حد ما الآن نعيش، يعني كأنك في أسئلتك نعيش الخوف. طب لماذا لا نعيش الشيء الآخر؟ أليس هو هو, هو البناء الإيجابي؟ يعني رئيس الوزراء الكويتي في ظل كل الإشكالات ذهب إلى إيران، ورئيس مجلس ذهب إلى إيران. لماذا؟ لأنه يعرف ماذا يعني أن يقع صراع دامي في هذه المنطقة بسبب الإشكال النووي، ولأنه يريد الانفتاح، ونحن بالمحصلة نريد سلاما في هذه المنطقة وفي هذا العالم، ونريد دول تعامل مواطنيها بمساواة وبعدالة، مما يساهم دكتور في بناء روحية إيجابية. غراءتك لقضية يعني نشوب حرب في ظل اليوم يعني في العقوبات على إيران بشأن البرنامج النووي، واليوم يعني الأمم المتحدة وروسيا، واليوم أكثر الدول تتكلم عن هذه العقوبات، البعض الآخر يقول قد تكون الخطوة المقبلة هي الحرب، هل سيكون هناك حرب في المنطقة من خلال يعني موضوع برنامج إيران النووي دكتور؟ لا أرى أن الولايات المتحدة تسعى بهذا الاتجاه. نعم لا تسعى، لا، لأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيران لكي تنسحب من العراق، وبحاجة إلى إيران لكي تنسحب من أفغانستان، وإيران بإمكانها أن تبقي الولايات المتحدة متورطة في صراع دامي في كل من العراق وأفغانستان. وإيران لديها القدرة على تأييد القاعدة وعلى سحب التأييد عن القاعدة. هي تلعب اللعبة. إذن الولايات المتحدة أيضا بعد تجربة المحافظين الجدد لا تريد لا ضربات استباقية، وتسعى قدر المستطاع للتعامل مع منظومة من الدول في إطار تحالفي أوسع. يبقى الموضوع الأخطر، ما هو الموقف الإسرائيلي؟ هناك مغامرة في القيادة الإسرائيلية. نعم. نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لو استطاع أن يوجه ضربة، نعم،
لن يتردد ولن تجربة في 81 المفاعل النووي العراقي عندما ضرب من قبل إسرائيل، رغم أن المشروع النووي الإيراني أكثر صعوبة لضربه لأسباب تتعلق بأنه موزع على جغرافيا كبيرة، وأن التكنولوجيا الإسرائيلية كما أفهم حتى الآن غير قادرة على تحقيق ضربة قاسمة. ولو ضربت إيران تتوتر المنطقة وتبدأ مرحلة من الإرهاب. تتوقع سنصل إلى هذه المرحلة وسيكون هناك ضرب مفاعل نووي الإيراني؟ أرى أن الموقف الإسرائيلي بقافلة الحرية في موقف صعب، لا أعرف كيف سيهربوا منه. وأرى أن استمرار التركيز في هذا الاتجاه لكن دكتور يعني حتى لجان التحقيق يعني كإسرائيل لم توافق عليها أيضا، يعني ويعني ما الخوف يعني أين الموقف الصعب لإسرائيل إذا تشكيل لجنة تحقيق خسروا تركيا؟ نعم، قاعدة أساسية تركيا. شوف يعني إسرائيل بيوم الأيام كانت بإيران وبتركيا، خسروا تركيا. والعالم العربي أيضا يزداد تململا ويزداد تساؤلا، وهناك مخاسر في أوروبا، هناك مخاسر في الكثير من الجامعات والأوساط الأكاديمية. تبدو إسرائيل وكأنها جنوب أفريقيا في إطار السياسة العنصرية، في إطار إلى آخره. هي مقبلة على، وهناك أيضا تطرف في السياسة الإسرائيلية وضيق وقصر نظر وقصر نفس في المرحلة الأخيرة، وهذه إشكالية قد يدفع ثمنها وربما يغامر أيضا. وما أخشى منه هو المغامرة. شفنا رأينا على السفينة المغامرة، يعني هل يعقل أنك تنزل المظليين الإسرائيليين وتنزل قوات الكوماندوس إلى سفينة تركية؟ الأتراك يعتبرونها أرض تركية. ولا يقاوموك حتى ولو بالعصي؟ لا يمكن. لا يمكن. وبالتالي هم عرفوا أنه سيكون هناك إشكال. الآن انتهت هذه، ولكن النتيجة لازالت قائمة. خسروا تركيا، خسروا أطراف دولية كثيرة، الصورة في الإعلام تغيرت. تركيا قالت لن تدير الظهر عن القضية الفلسطينية. هناك أيضا تطور في مسألة الحصار وغيرها. سيبقى الضغط برأيي، ولكنها ليست قضية تنتهي بيوم وبيومين، هي قضية أيضا طويلة. نعم واضح دكتور، لكن أنا بتكلم عن جزئية جدا مهمة يعني في وضع يعني وضعنا الإقليمي تحديدا. يعني كانت هناك مطالبة في قضية إيران وفي قضية التوازنات، كانت مطالبة من قبل يعني كانت ندوة للدكتور عبد الله النفيسي تحديدا في هذه الجزئية. كانت هناك مطالبة بأن يكون هناك الخليج الموحد من خلال علم واحد، من خلال عملة واحدة، من خلال جيش واحد. كانت هذه المطالبة في قضية خلق توازن وقوة لدول الخليج مقارنة بالتوازن مع إيران، ولتكون الكفة متساوية. رأيك في هذه المطالبة دكتور تحديدا؟ يعني مطالبة جميلة. نعم، يعني أنت حسب يعني ما أنت تعرف أن مجلس التعاون الخليجي أنشئ للوصول إلى هذا الهدف. نعم، لكن لم يعني تحدث خطوات جيدة في هذا. خطوات جيدة، لكن الطموح هو هذا، وربما الطموح هو إدخال أيضا العراق بيوم من الأيام، اليمن بيوم من الأيام، بقية منطقة العربية في سوق مشتركة نامية. لكن هذا يتطلب حداثة، يتطلب مساواة، يتطلب قوانين جديدة، يتطلب إنجازات حقيقية في مجال التنمية، يتطلب الكثير من الأمور في علاقة المرأة بالرجل باتجاه المساواة، باتجاه القوانين، باتجاه علاقة الأسر بالدول، لأنه هذا أيضا يؤثر مزيد من الحريات للشعوب. إشكالية الحرية، إشكالية التعبير، إشكالية الديمقراطية، لن تقع وحدة حقيقية بلا ديمقراطية. نعم، وهذه المسألة سندخل فيها في يعني يوم. تعتقد أن هذه الخطوة ما زالت مبكرة بعد يعني بعد من 81 إلى اليوم يا دكتور شفيق؟ مبكرة، لم نتفق على العملة الخليجية الموحدة، لم نتفق على أمور بديهية. ولهذا أين القصور يا دكتور في هذه الجزئية؟ القصور أن كل نظام سياسي، كل حكومة ترى نفسها بمعزل عن الآخرين. نعم، وترى الصورة الأوسع من خلالها وفقط من خلالها، وهي أيضا مهمومة بعديد من القضايا المحلية والداخلية وتعيش هذا الهم. نعم واضح دكتور. نعم، لكن أنا بتكلم في جزئية قبل لا أنتقل إلى يعني العلاقة الكويتية العراقية بعد يعني وجود سفير للعراق. نعم، في الكويت، وهذه قضية جدا مهمة. لكن أنا بتكلم أنا في قضية الدور الكويتي اللي كان تلعبه في السابق في القضايا العربية بشكل عام. يقول هذا الدور تغلص من بعد يعني الهزة القوية في قضية الغزو العراقي الغاشم للكويت يا دكتور. اليوم أصبحت بعض الدول الخليجية تحاول أن تلعب مثل هذا الدور. هل فعلا الكويت يعني خسرت هذا الدور اللي كانت تلعبه جيدا في القضية العربية بشكل عام دكتور؟ يعني الكويت دخلت في حالتها الخاصة بعد عام 91، ولسنوات طويلة عاشت هذا الهم. لا تنسى قضية الأسرة،
لا تنسى قضية العالقة، القضايا العالقة التي كانت قبل تغيير النظام عام 2003، القضية الأمنية. كل فترة هناك استنفار، وكل فترة هناك حشود، وكل فترة هناك عقوبات وطيران ومنطقة مجال جوي وعدم حظر جوي.